سؤالي لحضرتك، أيوة. ايه هي الشروط الغير معلنه لقرض صندوق؟ هم شرطين اساسيين لازم تعرف او سميهم متطلبين. تمام. يعني عمليه اتغيرت، مفيش الكونديشناليتي اتغيرت او المشروطيه بتاع الصندوق اتغيرت. بمعنى اخر بيقول لك انا هعمل لك حاجتين، جدول زمني تعمل الاجراءات بتاعك في توقيتاتها، يعني المريض او جسم الاقتصاد المصري في ازمته لازم ياخد الدواء في مواعيده. تمام. اللي هو في كل في تاريخ شهر في سنه لازم تاخد الدواء مظبوط، واذا كانت هناك ظروف تمنع تطبيق الاجراء في توقيته لازم تبرر للصندوق تبرير له معنى ليه ما نفذتش في الميعاد، لانه دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو القيد الثاني او المتطلب الثاني، عايز اسميه شرط زي ما انت عايز، هينط لك كل او يجي لك كل ايه، هيجي لك الصندوق كل 6 شهور، انت هتبعت له كل 3 شهور الاداء بتاعك. في معايير للاداء، معايير الاداء دي بتبعتها للصندوق يقول لك انت ماشي كويس في 3 شهور، لكن كل 6 شهور هيجي لك هنا عشان يراجع الاداء. راجع الاداء ده، اذا لقى الاداء بتاعك جيد هيصرف لك الدفعه الثانيه من ال 12 مليار دولار الى اخره في هذه الحاله خلال ال3 سنين. في هذه الروشته دي حضرتك يعني مش روشته، هي برنامج مصري. تمام. قلنا للصندوق تعالى حطه في قالب يبقى مفهوم من قبل المستثمر العربي والاجنبي، يعني لان مصري هيفتح شهيه المستثمر المصري بس. ايوه ده على دماغ الناس حضرتك، اجراءات صعبه جدا الناس مش هتقدر تستحملها. اصلاح يعني ايه؟ يعني عبء. لكن وانت بتعمل الاصلاح الاقتصادي سواء مالي او هيكلي لازم تعمل شبكه الحمايه الاجتماعيه. فشبكه الحمايه الاجتماعيه لما عملنا ضريبه القيمه المضافه عملنا ايه؟ هي لها اثر تضخمي. طيب. صح؟ لكن عملنا 56 سلعه قائمه بسلع وخدمات ومجموعه سلع وخدمات اللي بيسالكها شعب مصر كله مع فهم الضريبه. اذا انت وانت بتعمل اصلاح، جوه الاصلاح في ايه؟ في بعد اجتماعي.